لا بالتأكيد وكل المشاهدين احنا يعني من هذا من الاتيكيت الطبيعي انه انت حينما تحضر في قناتي افترض تحترمها وتحترم مشاهديها والا ماكو داعي تحضر فيها. اما مسلسل عالم وهيبة فهو فيه سلبيات وفيه ايجابيات. الايجابيات انه يتحدث عن مقطع تاريخي من الوضع العراقي سواء كان بجزئه الاول اللي كان في ايام النظام السابق او بجزئه الثاني. والسلبيات ان هنالك تسويق ربما غير مقصود ولكن بالتالي حتى لو لم يكن مقصود قطعا غير مقصود ولكنه اثار حفيظه يعني الغالبيه الاجتماعيه وبالتالي خلينا نسمي السيستم النظام النهج ما شاف ردات الفعل الشعبيه وتحديدا من الشيعة المتابعي المسلسل ما شاف ردات الفعل على الاستغراب على طريقة التفكير بهاي المفردات وغيرها. لا هو هاي التفصيلة اللي يعني الجمهور في غالبيته ملايين الجمهور مستغرب وأكيد دا يتابعون أصحاب هذا النهج. صحيح صحيح الفعل. أنا كنت مشتركين في جروبات نشترك فيها سوية ولكن بعض الجروبات أنا موجود أنت ما موجود بيها مثل ما بعض الجروبات أنت موجود بيها أنا ما موجود بيها لكن جروبات الرأي العام اللي قريبة من الأجواء الدينية الأجواء الاجتماعية القريبة من أهل البيت مو دينية لكنه تدري أكو عندنا نوعين من الارتباط أكو أهل البيت أكو ارتباط عقائدي وأكو ارتباط اجتماعي تربوي ناشئ من البيئة. يعني كثير من محبي أهل البيت واللي مستعد يموت دفاعا عن اسم من أسماء أهل البيت لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يلتزم بالقضايا الشرعية. هذا قضية بيئية تربوية اجتماعية. فكثير من الرأي العام سواء كان الديني أو العقائد المرتبط به البيت عقائديا أو المرتبط بهم اجتماعيا كان منثارا أو مثارا لهذه القضية باعتبار أن المسلسل كان في زمن النظام فهم على أنه استهداف وهنالك فهم على أنه مقصود في زمن النظام مقصود وقطعا ليطلع من نظام البعث في أكثره هو بقصدية الإهانة أو التجاوز على مقدسات الشعب العراقي أو رموسه. لذلك حينما ظهر المسلسل بنفس الطريقة استفز الجرح القديم إذا صح التعبير. وإحنا نسير إيه استفز الجرح القديم وإحنا نسير أنا قلت لك قبل الهوى إحنا لازلنا نسير في حق الألغام. نعم الألغام بعضها صارت قديمة كثير منها قديمة جيمة الحمد لله تركت لكن للآن لم ننظف كل الطريق من هذه الألغام. الخطورة وين الخطورة إنه هاي الإجراءات تتزامن مع فترة نوع من النهج لتكميم الأفواه للضغط على الرأي العام للضغط على الفن والفنانين. أنا أريد أستغل الوقت وياك وما أريد أطول بس يعني أرجو من أصحاب هذا المنهج أن ينتبهون. هي القناة حسب ما شفت أنا البارحة يعني تعاملت بالموضوع بشكل طبيعي بالعكس إحنا نقدر يعني نمتص الصدمات نتعامل يعني انتم متعودين على امتصاص الصدمات لان انت دائما ما تصدمون الاخرين كثيرا فلازم تهيئون نفسكم لانه من يصدم الاخرين سيصدم فكون هي نفس اللي صد الصدمات والا الخساره تكون كبيره.